أقام معهد علي شعالية للفنون حفلا فنيا على مسرح الطفل التابع لهيئة الضمان الاجتماعي ببني غازي تكريما للفنان الليبي سيف النصر، وأحيا الحفل فرقة الزمن الجميلة الموسيقية، كما شهد الحفل حضورا جماهيريا كثيفا. الاحتفالية كانت يعني في مستوى وبارك الله فيهم وكبر الله مقدارهم، وانا نشكر كل من كان وراء الاحتفاليه اللي هو معهد الشعاليه وفرقه الزمن الجميل وكل الحضور والضيوف، وتحياتي وحبي للشعب المصري الغالي العزيز اللي هو شعب شقيق وله مواقف مع خوته والشعب الليبي، خوته الشعب الليبي، فانا نحييه جدا جدا. وصدقني الفن العربي واحد وخاصه مصر بالذات نحس في روحي اقرب واجد، لان مدارسي كل السنباطي وعبد الوهاب والموجي وبليغ والكبار العمالقه، هذول الناس اللي قدموا. الحمد لله الاحتفاليه موجوده ومستمره، وهذا تكريم لكل كل كل من كان يحارب هالفئه الظالمه هذه، فهمت؟ نحن نحارب فيهم بالفن وبغصان الزيتون وبالحمام وبالحب، ولكن قادرين نحن حتى نقاتلوهم باش ما يكونوا.